بسم الله الرحيم يا جماعة، النهاردة هنشرح الـ First Order Equation، هنشرح الـ Euler، هنشرح أو إحنا هنراجع على الـ Euler لأن أوريدي قلناها، هنشرح الـ Ronquetta بالـ Orders بتاعته بقى، Second Order والـ Third وكده. فالموضوع في الأول إن أنا عندي معادلة تفاضلية dy by dx بتساوي function في الـ x والـ y. اوكي، مفروض ان بيكون عندي اكس نود جيفن وانا عارف كمان الواي نود اللي عندها، فكأن يعني واي نود اوف اكس نود انا عارفها. المطلوب عند اكس وات ايفر كام، وليكن مثلا عند اكس ام معروفه، انا عايز اعرف الواي ام بكام. يبقى دي انا محتاج ايه يا جماعه؟ اعرفها. الفكرة ان الفانكشن بتاعتي اللي هي كده مثلا او ايا كان شكلها هي عبارة عن معادلة تفاضلية، فمش قادر اعوض على طول، لازم اعمل بقى تكامل عشان افك الحاجات دي كلها. فلو ما عرفناش نحلها اناليتيكال بنحلها نيوميركال. فقلنا بنحلها نيوميركال ازاي؟ احنا محتاجين ايه؟ بتقول لي انا عارف الاكس نود بكام وعارف عندها الواي نود بكام، فعايز عند اكس هنا ام مثلا، عايز اعرف هنا الواي عند اكس ام بكام. ده اللي انا محتاج اعرفه يا جماعه. فمفروض بعمل ايه؟ لو الفانكشن دي كانت معروفه وسهله ان انا اديها اكس اديني واي مفيش مشكله، ولكن المعادله فيها تفاضل فمش قادر. فقال لك بيجيب هنا معادله اللي هو التانجنت ايكويشن اللي هو المماس. فلو جينا بقى فكينا المعادله ديت، بيقول لك ان دي واي باي دي اكس دي اوريدي بتساوي ايه؟ ليميت فرق الوايات على فرق الاكسات، دي معادله اللي هي التانجنت صح كده؟ فرق الوايات على فرق الاكسات. الواي يعني خلينا ممكن نقول x بلس h ناقص y عند x، يعني مثلا هاجي هنا عند الحته دي اسمها x نود بلس h، ويبقى القيمه اللي قصادها هنا تبقى هي y عند x نود بلس h او x بلس h وخلاص. على فرق الاكسات اللي هي مين الفرق؟ اللي هي x نود بلس h ماينس x نود يعني على h. دوت اللي هو الطرف الشمال، الطرف اليمين بيساوي ايه؟ سيبه زي ما هو. اف اكس واي. بنشيل الليمت وبنقول ان ده تقريبا بيساوي بعض، يبقى واي عند ال x بلس h ماينس y x على ال h بيساوي ال f اوف x y، تقريبا بيساوي بعض. انا محتاج ايه؟ نركز عشان نعرف احنا عايزين نوصل ليه. انا عندي y نود وعايز اجيب y m، فاحنا بناخد ستيب باي ستيب، ان انا عارف النود دي، طب اجيب دي ومن دي اجيب اللي بعدها ومن دي اجيب اللي بعدها، فكل y اجيبها بدلاله اللي قبلها. فانا عايز اجيب واي الجديده بدلاله الواي القديمه. فاعمل بقى الحركات اللي هنا في الايكويشن ديت عشان تجيب واي في طرف اللي هي جديده وكل حاجه في طرف تاني. يبقى واي اكس بلس اتش بتساوي ايه؟ واي اكس بلس اتش في الاف اكس واي. ضربت ال h هنا ورحت مودلها ال y الناحية التانية. دي بقى نقدر نقول يا جماعة ايه؟ ان y واحد كأنها هي y نود او y عند x نود بلس f x نود و y نود. مين x نود يا جماعة؟ دي given وال y نود given. طيب
واي 2 بيساوي واي اوف اكس اللي هي اكس 1 اللي هي اكس 1 يبقى اف اوف اكس 1 وواي 1. طب واي 3 نفس الكلام. فيبقى احنا نقدر نقول ان احنا عندنا قانون عام اسمه واي ان بلس 1 بيساوي واي ان، يبقى واي جديده بتساوي واي قديمه زائد اتش في الاف اكس 1 وواي 1. فالايكويشن كده يا جماعه بيقول لك ان دايما معتمد على معادله المماس، فممكن بعد ما تجيب ديت تروح جايب دي، تروح دي جايبه كده، جايبه كده، كده كده، تلاقي نفسك بتبعد عن الكيرف. فيقول لك هيطلع حل بعيد شويه عن الحل الايديال او الاكزاكت. طب اعمل ايه؟ كنا قلنا بقى ندخل على الميثود الثانيه اللي هي اسمها هان ديت، او اللي هي رون كوتم اوردر 2. ان احنا نعمل ايه؟ بدل ما نقعد نجيب الواي بدلاله معادله المماس عند النقطه واي اكس نود، لا اجيبها الافرج ما بين نقطتين. يبقى انا عايز اجيب معادله المماس هنا ومعادلة المماس هنا، واجيب الافرج بتاعها اللي في النص ده مثلا ولا حاجة، عشان ده يروح لمم لي الدنيا شوية. فبما ان عايز اجيب بقى الواي بدلالة معادلتين مماس والافرج ما بينهم، فكأني بقول ان الواي الجديدة هي تساوي الواي القديمة زائد اتش على 2 في حاجة اسمها كي 1 زائد كي 2. مين كي 1؟ اللي هي معادلة اللي مش عارف ايه الأولى اللي هي اف. خلينا برضو نقولها كده بمثال بسيط قوي أهو. يبقى هي اكس نود وايه؟ وواي نود. الإيكويشن بتاعت التانجنت عند الاكس نود والواي نود زائد مين؟ أو خلينا دي نكتبها بالمنظر ده، الواي عند الاكس نود. معلش انا مش عارف ايه اللي بيحصل. الواي عند الاكس نود بلس ايه؟ يبقى الكي 1 هي الواي عند الاكس نود، والكي 2 هي الواي عند الاكس نود بلس اتش. طب الواي عند الاكس نود بكام؟ هي الاف اكس نود وواي نود. يبقى هي الاف اكس نود واي نود، والواي عند الاكس نود بلس اتش بتساوي ايه يا جماعه؟ بستخدم اويلر بقى اللي هو ايه؟ زائد ها صح كده؟ أو لو عايز أخليها كده برضو يبقى زائد واي نود عند الاتش في الاف اكس نود. معلش يا جماعة دي مش واي عند الاكس نود، دي واي نود اللي هي واي عند الاكس نود بلس. خلاص هي صح كده. أوكي تمام. يبقى الكي 1 دايما هي الاف اوف اكس وواي، او اكس ان وواي ان، والكي 2 هي مين؟ صح كده؟ والعفو. تعالوا نشوف بقى المثال ده يا جماعه. بيقول لك بول ات 1200 كلفن، درجه حراره الكوره 1200 كلفن، is allowed to cool down in air
عايزين مثلا زي نسيحها او تنصهر او كده في الهواء المفتوح دوت اللي هو درجه حرارته 300 كلفن. يبقى انا عندي كوره 1200 كلفن موجوده في المحيط او الهواء اللي محيط بيها اللي هو 300 كلفن عند تايم زيرو. الكوره حصل اي تغير في الحراره بتاعتها؟ هل فقدت الحراره بتاعتها؟ لا لسه. طيب بعد 480 ثانيه الكوره دي هتبقى درجه حرارتها كام؟ عايزين نعرفها. فيقول لك طيب اللي جيفن عندي ان معادله تغير درجه الحراره بالنسبه للزمن هي المعادله اللي انت شايفينها دي اللي هي معادله نيوتن بتاعت فقد الحراره. ها يبقى معادله تغير الحراره بتاعت اي جسم هي ناقص 2 مش عارف ايه في 10 اس ناقص 12 ثيتا تو ذا باور 4 ماينس كذا كذا كذا. والثيتا نوت بتساوي كام؟ ثيتا اوف زيرو. الثيتا دي اللي هي مين؟ درجه الحراره. يبقى ثيتا ات زيرو يعني ات تي نوت بزيرو يعني لسه ما عملش اي حاجه ب 1200 كلفن. هات لي بقى عند 480 ثانيه تعمل ايه؟ اعمل ايه يا جماعه؟ هقول له بص بالراحه كده سيتا نود بتساوي سوري تي نود بتساوي زيرو تي سيتا نود بتساوي هو انت الاتش اللي هتمشي يا جماعه دلوقتي انا عايز عند تي انا عايز عند بصوا اهو عايز عند تي بتساوي 480 الثيتا بكام؟ طب همشي من هنا لهنا بكام؟ قال لك همشي عند الزيرو وبعد شويه همشي عند 2 من 10 وبعد شويه همشي عند 4 من 10 6 من 10 ده الستيب سايز. هو قال لك الستيب سايز هنا عندك كام؟ يبقى انا تي نوت بزيرو يبقى تي واحد مش 2 من 10 بقى تبقى كام؟ 240. يبقى الاتش ب 240. طب اعمل ايه؟ هقول له بص يا سيدي واي واحد بتساوي ايه؟ واي نوت حاضر صح كده ثيتا واحد معلش خلينا واي واحد بتساوي واي نوت زائد اتش في الاف اكس نوت وواي نوت يبقى ثيتا واحد بتساوي ثيتا نوت زائد اتش في الفانكشن بتاعتي تي نود وثيتا نود. ثيتا نود بكام؟ زائد اتش بكام؟ اف تي نود وثيتا نود بكام؟ عوض بالتي نود بزيرو هنا طبعا الايكويشن اصلا في ثيتا بس عوض بقى بالثيتا نود ب 1200 ارفع بقى اس 4 واطرح واضرب واعمل كل حاجه يطلع هنا رقم معين فيطلع ثيتا واحد بكذا صح كده؟ هو التي نوت كان بكام بس يا جماعه؟ خليني معلش اكتبها كده اف اوف زيرو و1200 بالظبط بس كده وخلاص التعويض ده انت تعوضه مش مشكلتنا خالص. ده يروح فين؟ سيتا 2 بيساوي ايه؟ سيتا 1 زائد اتش في اف ايوه اللي هو تي نوت زائد اللي هي دي بزيرو اصلا ومين؟ ثيتا 1 اللي انت اوريدي جبتها يبقى عندك التي 1 ب 240 والثيتا 1 معرفش جبتها بكام تعمل سبستيوشن في الايكويشن دي تطلع برقم فتطلع بثيتا 2 جيفن تبدا تروح تجيب ثيتا 3 بنفس الطريقه واضح او ان احنا نجيبها بطريقه ايه بقى يا جماعه الرون كوتا اللي هو السكند اوردر نجيب كي 1 وكي 2 طبعا الحل اللي حله هنا دوت الاناليتيكال سوليوشن
وحلها وطلع ان الاكزاكت سوليوشن هو ده. واحنا طبعا مش مطالبين في الكورس بتاعنا نحل اناليتيكال خالص، ولكن عشان اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اقارن ما بين الميثود اللي هي الاويلر اللي هي بتجيب بدلاله التانجنت ايكويشن فيرست او يعني 1 ايكويشن، والهان او الرونكوتا اللي هي 2 اللي هي بتجيب بدلاله 2 تانجنت ايكويشنز، مين اللي هيكون ادق؟ فطبعا كل ده بنعمل له كومبير بالاكزاكت سوليوشن. فخلاص يا جماعه ده واحد اناليتيك خد البروبلم حلها اناليتيكالي وقال لي بص الاكزاكت سوليوشن اهو. اقول له طيب اوكي انا هحلها بايلر فهتطلع انا فرضت الاتش ب 30 وبديت اجيب ثيتا 1 ثيتا 2 لغايه لما وصلت الثيتا عند يعني ديت اهو ايه الثيتا عند 480، يعني دي ثيتا عند 480 دي ثيتا عند 480 بس عند الاتش ب 60. يبقى انا استخدمت الستيب سايز، يعني اما بمشي كده يا اما بمشي كده في الاتش. وانتوا عارفين ان كل ما بقلل الستيب سايز بتاعتي كل ما الاكيرسي تكون احسن. فلما نشوف مثلا 480 يا جماعه الاكزاكت سوليوشن كام؟ تحت اهو 647 كلفن. لما كنت عامل الستيب 480 طبعا ضيعك، جاب لك ناقص 987 بالهن والاويلر. لما حليتها بال 240 110. طب لما خليت الستيب سايز 120 كان 546 في الاويلر و651 في الميثود الثانيه. طب لما يكون 60، طب لما يكون 30، مين اقرب؟ حلو، مين اقرب بعد ال 30، الاويلر ولا الميثود الثانيه بتاعت رونكوتا؟ الثانيه. يبقى مين احسن في الحل؟ ان لما اجيب 2 ايكويشن. طب بعد شويه هعمل ايه؟ هقول لك اهو. يعني دي يا جماعه مثال، الكيرف الاسود اللي تحت ده هو الاكزاكت سوليوشن، هو الحل الصح، واللي فوقيه دوت سوري اللي هو الاسود الثاني اويلر. اويلر عمال يشد لفوق من تانجنت، بعد كده تانجنت، بعد كده معرفش شد الكيرف، وبعد كده يعني بيقعد ساعات بيبعد، ولكن ده عشان بجيب الافرج فزي ما يكون بيتلم شويه ناحيه الكيرف الاصلي، فيبقى الميثود الثانيه احسن بكثير من الميثود الاولى. واضح؟ زميلكم عايز ان انا احل احنا حلينا بص دي الطريقه الاولى اهي. الطريقه الثانيه بقى اي طب ايه المشكله؟ فين الجدول؟ ما يعني انا هنا في المثال دوت في امثله قبل كده انا كتبت لك الجداول. احنا هنا خلاص انا عايز بس اقول لك ايه الاوتبوت اللي طلع. ايوه في جدول ومفروض اطلعه لك، بس خلاص يعني انا عايز اروح دلوقتي لمشكله معينه ثانيه كومباريزون. مش همي دلوقتي ابين لك الجدول شكله ايه. يبقى تاني يا جماعه الحاجه اللي في الجدول دي معناها ان انا عملت رنيت الطريقه بتاعتي او الميثود اللي اسمها اويلر اللي هي بتجيب ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا مش عارف ايه كذا مره. مره عند الستيب سايز 30 وقعدت تعبت وجبت ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 وثيتا مش عارف ايه لغايه لما جبت ثيتا 480، وعند ستيب سايز ب 60 وعند ستيب سايز بكذا، وبرده نفس الكلام عملتها مع الرينج كوتا عند السكند اوردر عشان اشوف الحل. وبديت اعمل كومبير ما بين الحلول، لقيت ان فعلا الرينج كوتا احسن، وكل ما بقلل في الستيب سايز احسن. لو انا مش عايز اقف عند ستيب سايز معينه لان انا مش عارف، فمفروض اجرب عند 480 وانزل عند 240 وانزل عند 120 واطرح عند 240 مثلا و120 120 دوت اللي هو 546 دي الثيتا الجديده، اطرحها من الثيتا القديمه اللي هي 110 واقسمها على ال 546 اللي هي الثيتا الجديده واحسب نسبة الايرور، وانزل بالستيب سايز ل 60 واحسب 614 ناقص 546 على 614 واشوف نسبة الايرور. اول ما نسبة الايرور تبقى مثلا في رينج 20 استوب على كده، فديت ممكن تجيب لي اللي انا عايزه.
اللي هو انا بقى داخل على المشكله كبرمجه واقعد اقلل في الستيب سايز لغايه لما اوصل ان السيتا الجديده بقت ما تفرقش عن السيتا القديمه الا بمقدار كذا وده مقبول. واضح يا جماعه كده؟ اوكي. وده الفرق ما بين اويلر والترو سوليوشن والايه والهانز ميثود او الرونكوتا ميثود. وده بقى رونكوتا ميثود اوف اوردر 3. الثاني كان اوردر 2 كان بيجيب كي 1 وكي 2. ده بقى بيقول لك اجيب كي 1 وكي 2 وكي 3 والاثباتات مش علينا. فيقول لك ان كي 1 هي الاف اوف اكس ان، الكي 2 هو بكذا اللي هو اكس ان زائد نص اتش وواي ان زائد نص اتش اكس كي 1. اوكي، يعني حتى مش بيزود الاكس نود بالاتش، ده بيزودها بنص اتش. احنا كنا بنجيب معادله التانجنت عند الاكس ونجيبها عند الاكس بلس اتش ونجيب الافرج. هنا جاب عند الاكس وجاب عند اكس بلس نص اتش وبعد كده اكس عند اتش، فكانه قسمها لثلاث نقاط وعمل كومباينيشن ما بينهم طلع المعادله دي. فاهمين؟ يبقى هو جاب النقطه الجديده بدلاله ثلاث نقاط. طبعا بسهوله جدا ممكن اسالك في العملي سؤال زي كده، طبق لي رونكوتا اوردر 3 على المشكله اللي فاتت دي وهات لي الكولوم الثالث وقول لي ايه الحل انهي احسن. ده هيكون برضو تاسك عليكم في المعمل لو نسيت ابلغ اللي شغالين معاكم في المعمل يعملوا. ده تاسك عليكم يا جماعه، مطلوبين تعملوه. البرمجه سهله وان انت تزود فور لوب زياده ولا حاجه مش صعبه. الرونكوتا في اوردر 4 زي ما انتم شايفين كده برضه هي اربع كيهات كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 وفي الاخر بتبقى الواي الجديده هي الواي القديمه زائد اتش على 6 في كي 1 زائد 2 كي 2 زائد 2 كي 3 زائد كي 4. مش مطلوب برضه الحاجات دي جت ازاي، خلاص اللي كان مطلوب هو الكي 1 والكي 2 عرفنا جن ازاي، خلاص كفايه كده. وكده يبقى احنا خلصنا الفيرست اوردر equation.